وخلال اتصال هاتفي سابق أكد الدكتور عمر عبد العزيز العوضي استشاري جراحة القلب ورئيس التدريب والتطوير بالمستشفيات الحكومية أكد على أهمية الفرص التدريبية المقدمة في تطوير كفاءة الكوادر الصحية الوطنية. أن الفرص التدريبية دور حاسم في تطوير كفاءة الكوادر الصحية الوطنية، حيث توفر الفرص التدريبية المجال الداعم للكوادر الصحية لتطوير معرفتهم ومهاراتهم في الكثير من المجالات كالتقنيات الحديثة والأساليب العلاجية المتقدمة وتحسين مهارات الاتصال والقيادة وغيرها، كما أن لها الدور الأساسي في تطوير الخبرة العملية للكوادر الصحية، حيث أن المشاركة في التدريب العملي والتجارب العملية يمكن المتدربين من تطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبوها في بيئة العمل الحقيقية، مما يمنحهم الثقة والقدرة على التعامل مع التحديات والمواقف المعقدة.